السلام عليكم متابعين الأعزاء، سنقدم لكم اليوم موعد عيد الفطر لعام 2024 في كل الدول العربية، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. يبحث الكثير عن موعد عيد الفطر لعام 2024 فلكيا في مصر وفي كل الدول العربية، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر لعام 2024 في مصر وفي كل الدول العربية. وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد لأنه وفقا للحسابات الفلكية فإن الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل سيكون غرة شهر شوال عام 1445 هجريا، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2024 ميلاديا. وأخيرا أخي العزيز، لا تنسى أن ترسل الفيديو إلى كل أصدقائك وأحبابك والدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.